إذن وبالعودة إلى تفجيرات بغداد وما حصل اليوم، للمزيد حول هذه التفجيرات التي وقعت في ساحة الطيران كما ذكرنا ببغداد اليوم ينضم إلينا أحمد الفراجي الصحفي العراقي عبر الهاتف من بغداد، وأيضا حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي عبر الهاتف من اسطنبول. ونبدأ معك أستاذ عبد الله الفراجي، وأنت في قلب الحدث أو على الأقل يعني قريب منه، لو تصف لنا الأوضاع الآن في محيط ساحة الطيران وفي بغداد عموما. طبعا في بغداد سبق الانفجار، وكان قبل الانفجار استنفار أمني كبير. السيطرات بداخل بغداد كانت تدقق أسماء وعناوين القادمين والداخلين إلى بغداد من وإلى بغداد، بعض السيطرة الغربية، سيطرة الصقور أو سيطرة الغزالية، ومن اتجاه الغرب ومن اتجاه الشمال سيطرة الشور التاجي وسيطرات الطارمية والمشاهدة. إجراءات أمنية صارمة كانت منذ صباح الباكر اتخذتها القوات الأمنية قبل وبعد الانفجار، وكأنها تعلم ان هذا الانفجار وان هذا الخرق الامني الكبير سيحدث. القوات الحكوميه لابد انها كانت تعلم. اما الاجراءات الامنيه المحيطه بمكان الانفجار وهي ساحه الطيران والباب الشرقي والشورجة فهي الان مكتظه برجال الامن المخابرات والاستخبارات والشرطه الاتحاديه وشرطه طوارئ بغداد والجيش العراقي. الانفجاران الانتحاريان حدثا في ساعة الذروة الساعة العاشرة وقبل الساعة العاشرة صباحا، حيث كان الناس يتبضؤون من سوق الملابس والأسواق المجاورة. سوق الملابس هذا سوق مستخدم، تظن سوق الملابس المستخدم أو يسمى بسوق البالة، يكتظ في هذه الساعات من كل يوم. يذهب الفقراء إلى هذا السوق للتوضؤ لشراء حاجياتهم وما يحتاجونه من هذا السوق. طبعا الانفجاران كانوا قويان جدا الى درجه خلفا عشرات القتلى والجرحى. الانفجار كان قوي الى درجه انه القتلى كانوا خمسه في البدايه في بادئ الامر الحصيله الاولى، الا انه الان القتلى او الضحايا 35 ضحيه مقابل اكثر من 100 جريح. الانفجار استخدم فيه السطشم، ماده السطشم التي تدخل في السلاح الصيد. طبعا القوات الحكوميه اتخذت اجراءات صارمه، معظم الجرحى ذهبوا الى مستشفى الكندي. الحكومه دعا مصطفى الكاظمي الى اجتماع عاجل وشكل لجنه تحقيقيه تحقق، طبعا لجنه هذه المره لجنه سريه تحقق في اسباب هذه النكسه. طيب بالنسبة لسيد الفراجي، بالنسبة لساحة هذا يعني مكان هذا التفجير، هل كان هناك حضور للأدلة الجنائية وللقوات الأمنية بشكل مكثف؟ لأنه يعني جرى هناك تداول للمعلومات بأنه تم غسل هذه الشوارع ويعني لملمت إن صح التعبير آثار هذا التفجير. طبعا الان مع ان القوات الامنيه حاولت ان تغسل ان تغسل هذا تغسل الشارع وتلملم بقايا الانفجار، الا ان الانفجار واثاره لا زالت ظاهره للعيان. الانفجار من شدته وقوته لا زالا، الانفجارين لا زالا اثارهما عالقه وموجوده، الاول داخل سوق الملابس والثاني كما رايتم في الفيديوهات المنتشره على السوشيال ميديا كان في وسط الشارع القريب من ساحه الطيران. طبعا لم تكن الحكومه تطارد الانتحاريان، هذه معلومات ربما كانت خاطئه. كان الانتحاريان يتجولان بكل اريحيه، حتى الاول اعتقد مارس على بعض المحيطين به كذبه انه مريض او يشكو من وجع في بطنه، وعندما اجتمع الناس فجر نفسه، والثاني كان باريحيه كامله يتنقل حتى أصبح وسط تجمع من المواطنين ورجال الأمن، ثم نفذ بحزامه. لم تكن القوات الحكومية تراقب أو تطارد هذان الرجلان. القوات الحكومية طبعا القوات الحكومية يعني لم تكن أصلا خصوصا في محيط هذه المنطقة لم تكن تتوقع أنه الانفجاران ممكن سيحدثا. طبعا القوات الحكومية الأخرى في بغداد داخل بغداد في مداخل بغداد كانت متأهبة ومستعدة بعمليات التفتيش، وكأنها كانت تملك معلومات أنه سيحدث اختراق أمني.
طيب سيد الفراجي، سيد الفراجي، يعني كيف تلقى أهالي بغداد نبأ هذا التفجير وكيف أثر على حياتهم اليومية وحركة الأسواق بشكل عام؟ هل هناك تخوفات الآن من يعني هكذا تفجيرات، يعني خاصة أن هناك مدة طويلة لم تشهد بغداد مثل هذه التفجيرات؟ طبعا للآن الحركة بطيئة جدا، وتعتبر 50% من الحركة اليومية الاعتيادية التي كنا نراها يوم أمس وقبل أمس. الحركة بطيئة جدا، الناس متخوفون للخروج إلى الأسواق خوفا من هناك هجمات عديدة ثالثة ورابعة وخامسة، لكن غالبا المناطق البعيدة عن الحادث ربما فيها حركة أقوى وأكبر من المناطق المحيطة، خصوصا المناطق التي فيها أسواق كبيرة ذات كثافة سكانية كبيرة في ساعة الذروة. الآن أعتقد الصدمة ذهبت بعد 4 أو 5 ساعات من الانفجار المروع أو الانفجارين المروعين. الآن بدأت الناس تخرج شيئا فشيئا ولو بالعدد القليل الذي ربما هو دون المقبول. أنا الآن أسكن في سوق تجاري كبير جدا ربما مشابه لأسواق الباب الشرقي والشورجة، لكن الحركة ضعيفة جدا. الآن بدأ الناس تخرج، طبعا هذا ليس بسبب الانفجار، لكن الانفجار ربما شكل صدمة لهم عودة الانفجارات. البرد قارص اليوم في بغداد، شدة البرودة أيضا ممكن تمنع الناس الخروج، لكن الناس تفاجأت، الناس متخوفة جدا من عودة سلسلة التفجيرات والاغتيالات إلى العاصمة بغداد. نعم سيد الفراجي، يعني لو تطلعنا بحكم وجودك على أرض الواقع على حديث الناس هناك، هل هناك سخط ويعني على من يلقون اللوم في هذه التفجيرات؟ بالتأكيد أغلب الناس وخصوصا في المناطق ذات الشأن أو في المناطق التي تكثر فيها الأسواق، الناس يلومون القوات الحكومية ويعني يلومون التقصير للقوات الحكومية، ينسبوه للقوات الحكومية لأن القوات الحكومية كما يقولون هي مشغولة بجمع الأثاثات، ربما بجمع الأموال لأصحاب الشركات وأصحاب المكاتب وأصحاب المحلات، لأنك كما تعلم ويعلم الكثيرين أن هذه الأسواق والمحلات التجارية تكون مصدر دخل كبير لضباط الشرطة وضباط الجيش والقطاعات الأمنية الماسكة لهذه المناطق. يستخدم الضباط الكبار والصغار وعناصرهم الابتزاز من أجل حماية أصحاب الأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والشركات من أجل البقاء على منافعهم. طبعا الحكومة العراقية ربما تتخذ قرار لا رجعة فيه، إقالات بالجملة، ربما قالت قائد الفرقة الأولى شرطة اتحادية الماسكة لهذه المنطقة، وقالت قائد أو ضابط استخبارات الرصافة الذي تقع في مسؤوليته في هذه المنطقة، وقالت ربما الفوج الموجود في هذه المنطقة، وأيضا قائد شرطة الطوارئ الموجود، قائد فوج أو لواء شرطة الطوارئ الموجود في هذه المنطقة، أو ربما كل الرصافة. سيد الفراجي، هل يعني هذه المناطق التي شهدت التفجيرات اليوم هل شهدت مظاهرات؟ هل كانت من المناطق الساخنة التي تشهد تظاهرات؟ نعم، هي مناطق تجارية يحيطها مناطق سكنية، لكن هي كانت مسرح لمظاهرات لعام أو أكثر، مسرح وساحة من ساحة المظاهرات لعام أو أكثر، لكن أغلب سكانها وأغلب من يرتادها من مناطق بغداد الفقيرة يذهبون هناك لشراء الملابس المستخدمة، طبعا ملابس العمل المستخدمة والملابس العسكرية، وأيضا أصحاب البصريات هم من الناس الكسبة الذين لا وظيفة لهم سوى العيش الحر، سوى البحث عن رزقهم من خلال العمل الحر. نعم، إذن عبد الله الفراجي الصحفي العراقي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.